وبآخر فقراتنا على اليوم حنروح لنحكي عن ونضوي على الخط العربي اللي هو فن قديم وأصالة عميقة طورت عبر حضارات كثيرة واكتسبت ثقافات من كل حضارة مرق فيها الخط العربي ليومنا هذا. واليوم هو له انتشار جدا واسع وكثير المهم اليوم نحن نضوي على أهمية الخط العربي وتعليم الطفل كيف يمسك القلم بشكل صح وكيف يكون خطه صحيح. يا ليلى تماما يا رشا، ضمن مساحتنا كمان رح نتعرف على رحلة الخط العربي وأيضا تفاصيل هذا الفن الرائع والمراحل اللي مر فيها الخط العربي عبر التاريخ مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الخطاط فرج آل رشيد. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أستاذ فراج. أهلا وسهلا فيكم. 50 سنة من العطاء، يعني مدرسة. نعم. ما شاء الله عليك تسلم. اليوم يعني اليوم تشوف أي كلمة بتعرف أنت هذا النوع الخط لشو بيتبع بالضبط. تمام. يعني خلينا بداية نحكي عن نشأة الخط العربي وكيف تطور عبر الحضارات. لا، نشأة الخط العربي من على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلشوا يكتبوا القرآن الكريم وتنزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. النساخ كان الصحابة ينسخوا الكتابة القرآن الكريم على الورق وينسخوا نسخ يكتبوا كتابة. فبعد منا صار في عنا بنحط قواعد للخط العربي وميزان للخط العربي في العهد العباسي على أيام الوزير ابن مقلي وأخوه. طبعا هن اللي حطوا قواعد الخط العربي وميزانه. بعد منا إجا الخطاط ابن البواب كمان مشي على منهجه. وبعد ابن البواب كمان إجا الخطاط ياقوت المستعصمي كمان مشي على المنهج ونحط القواعد، نحطت قواعد الخط العربي وميزان الحرف العربي بهذيك الفترة. ومشيت عليه كل الخطوط وكل الخطاطين ساروا على هذا المسار. تماما. الدرب. اليوم إذا بدنا نحكي عن تطور الخط العربي، الحضارات والتاريخ، كثير حضارات مر فيها الخط العربي لوصل أكيد. لهي المرحلة. أكيد. نحكي عن أكثر الحضارات اللي ساهمت بتطوير هذا الخط. عبر الحضارات الخط تطور عبر الحضارات. بدك تقولي الحضارات مثلا الأنباط والبابليين والكنعانيين والآشوريين والفينيقيين. بس تطور الخط العربي بالعهد الأموي والعباسي وبعد منا بالعهد الفاطمي. فمثل ما قلت لكم أنه موضوع قواعد الخط العربي وضعت في العهد العباسي عن طريق الوزير ابن مقلا وبعد منه درجت كل الأمور كل قواعد الخط العربي على هذا المسار. وما تغير فيه نهائيا شيء لحد يومنا هذا، ما تغير شيء نهائيا بقواعد الخط العربي. ولكن صار في عنا جماليات للخط العربي من خلال كتابات الخطاطين نفسهم، من خلال التكوينات اللي في اللوحة التشكيلية الخطية صار في إبداع. فهذا الإبداع كمان صار في عنا تطوير له عن طريق الفن الخط العربي، والدخل معه الفن التشكيلي، يعني مثل الحروفيات اللي هلأ عم نشوفها نحن من خلال الفنانين التشكيليين. ولكن ظل موضوع الأساسيات الخط العربي ظلت هي ما تغيرت نهائيا لحد الآن. ودائما في جمالية بالخط العربي الكلاسيكي. طبعا في إضافات للخط العربي، في خطوط جديدة اجت على الخط العربي طبعا تعطي جمالية معينة، تعطي تكوينات حلوة جميلة مثل الخط السمبولي اللي ممكن يعطي تكوينات جمالية في اللوحة أو في التصاميم. نعم. إيه، فموضوع الخط العربي ظل ثابت مثل ما هو، أحرفه ثابتة، قواعده ثابتة كلها، ولكن في جماليات للوحات، لوحات الخط العربي من خلال أيدي الخطاطين. بصمة طبعا. بصمة كل خطاط له بصمة، كل خطاط بده يتركها. عم شوف بعض الصور من بعض انواع الخطوط، ذكرت حضرتك الكلاسيكي وذكرت السمبولي. نعم. طيب خلينا نكفي ايضا ونضوي على باقي انواع الخطوط. اليوم شو بيميز يعني كل خطوط؟ هلا في عندنا نحن الانواع الرئيسيه للخطوط الخط العربي هي اول شيء الخط الكوفي، ومن الخط الكوفي طلعوا الخطوط الباقيه.
الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة. بعد الخط الكوفي طلع شيء اسمه بقية الخطوط، مثل الخط السلوس، الخط المحقق، الخط الريحاني، خط الإجازة، خط الرقعة، خط الديواني، خط الديواني الجلي، الخط النس تعليق، الخط الفارسي. يعني هذا بالعامية يتداوله الناس بتقول إنه هذا الخط الفارسي. نعم. هاي الخطوط الرئيسية. وطبعاً كل خطاط له بصمة، له إنتاج، له جمالية، له روحه بكتابة اللوحة. تمام. فهاي الخطوط الرئيسية الموجودة نحن حالياً عنا. شو أكثر خط بتلاقي مستخدم بين الخطاطين أو محبب لإلهم؟ هلأ الخطوط المحببة مو بس إلي، لكل الخطاطين، هو الخط السلوس والخط النس تعليق يلي هو الخط الفارسي. نعم. طبعا في خطوط تانية، يعني كلها خطوط جميلة، حتى خط الرقعة يلي الناس والطلاب بيكتبوا فيه له جمالية رائعة جدا. بس المشكلة انه الناس ما عندها الثقافة الفنية للخط العربي. تماما. اليوم لما بدنا نحكي عن الخط العربي نحن عم نحكي عن فن، هو فن بحد ذاته. نعم. اليوم هذا الفن أكيد له أدوات كتير مستخدمة، ويمكن اختلفت الأدوات بين قبل وبين هلا. خلينا نحكي عن الأدوات المستخدمة حاليا، شو الاختلاف اللي طرأ عليه، وهل الاختلاف بيأثر اليوم على جمالية الخط، اختلاف الأدوات طبعا. هلا بالأساس هو القلم القصبة تبع الخطاط، هي من زمان، بس حاليا صارت اضافات على القصبة. في شيء اسمه القلم او الريشه الحديد، يعني قلم ريشته حديد. فهذا بينكتب فيه مثلا عندنا خط النسخ، خط النسخ يعني بينسخ القرآن الكريم بخط ناعم وبخط قلم حديد. وبالذات خط النسخ كل ما صغر حجمه كل ما اعطاه جماليه اكثر. بالنسبة للأدوات، الأدوات ما تغيرت، هي الحبر، هو الورق الموجود الخاص في ورق الجلاسي، القصبة هي ضلت، مثل ما قلت لك، بس عملية زيادة لموضوع تنوع القصب أو تنوع الأقلام. هلا في أقلام الطومار، في الأقلام القصب العادي، في الأقلام الحديد، الريشة الحديد بقياسات كتير ناعمة، يعني يلي أقل من ميلي، نص ميلي، ميلي أكثر من ميلي ونص، ميليين، هاي بالقلم الحديد. بس الأدوات ظلت مثل ما هي، ما تغير فيها شيء، وبس تطورت الأقلام الحديد، صار في تطوير بالأقلام الحديد. لها تأثير على جمالية الخط؟ نعم. لها تأثير هاي الأقلام على جمالية الخط؟ لها تأثير، بس لازم تكون بإيد الخطاط. يعني الخطاط لما بيكتب، فرضا بدنا نكتب بخط النسخ، النقلات النوعيه يلي بيكتبها الخطاط من حرف لحرف بنفس الكلمه، هون بتبقى جماليه الخط. يكون متمكن اليوم، يكون الخطاط متمكن من شغله اكيد اليوم. هذا التمكن وهي الخبره يعني اجت عن سنوات تراكم خبرات، ان كان عند حضرتك او كان عند باقي الخطاطين، واليوم حضرتك عندك مهمه جدا يعني سهله خلينا نقول بالنسبه لك، ولكن هي بتحملك مسؤوليه تجاه الجيل الجديد. اليوم حضرتك عم تدرب، عندك كورسات، عندك حدا اطفال؟ هلا عندي انا كورس، دوره تدريب عن طريق وزاره السياحه. نعم. عم نشتغل عليها، عندنا يوم الاربعاء هو اخر يوم درس بالدوره. طبعا بعد الدوره في مثل حفل تخريج للطلاب، والطلاب والطالبات اللي عندي كلها الخريجين جامعه، يعني طبقة جيدة منيحة من الناس اللي الطلاب يعني اللي بيحبوا الخط العربي. بالنسبة للأطفال المشكلة إنه نحن بالأساس الطفل لازم ننتبه عليه من وقت ما بيكون صغير، من أول ما بيكمش القلم وبيعرف إنه هذا قلم للكتابة. تمام. يعني المفروض من الأهل، بالإضافة إلى طبعا بالتعاون مع الكادر التدريسي اللي بالمدرسة. نعم. إنه ينتبهوا على الطالب كيف أو الولد كيف عم يكمش القلم وكيف عم يكتب. فلذلك الأهمية الكبيرة بتقع على عاتق الأهل، بالذات الأم، لأنه الأب دائما بيكون برا البيت عم يشتغل كذا، بس الأم هي الأساس.
تمام. فلذلك لازم تنتبه وتراقب موضوع كم مسكة الألم لابنها. هي أهم خطوة اليوم نعلم أطفالنا. في حالات اليوم أستاذ فرج أجتكم بأطفال عندكم مسكة الألم غلط، ما عم يقدروا يتحكموا ب أحيانا الواحد بيكتب بالميل، أحيانا باليد اليسار. هلا أنا أجتني كثير حالات، من الحالة اللي أجتني من حوالي شي 30 سنة أم معها طفلة بصف الأول بيكتب بيكمش الألم مثل كأنه كامش ألم وعم بيكتب بالياباني من تحت لفوق من فوق لتحت وحرفه هيك، يعني متعود عليها من الصف الاول متعود عليها. ايوه وهذا غلط. انا خلال شهر كامل قدرت انا اعدل له ايده وصار يكتب بشكل مستقيم. هلا عندي كمان طفل بالصف الثالث نفس الشيء كمان بيكتب بهالشكل. شو بيكون السبب استاذ؟ السبب عدم انتباه يعني؟ ايه عدم انتباه الام للطفل لما بيكون بعمر تقريبا الاربع سنين خمس سنين قبل ما يفوت على المدرسه لما بده يبلش يكمش الالم. فهون لازم هي دائما تنتبه عليه بانه يكمش الالم مسكه صحيحه، لانه هذا بيعذبه بالكبر. صح، بالكبر بيعذبه، ولما بده يكتب بده يصير حركه ايده بطيئه حتى لو عنده في عنده وجع بالاعصاب بايده وفي عنده رجفه بالكتابه. يعني حتى لو تعلم يوم يمسك صح بعد سنوات ولكن الخط ما حيكون جيد، يمكن طبعاً يكون سيء. وهذا الشيء اثر وشفنا اليوم كنا عم نحكي انه اثر على نتائج شباب وصبايا كثير بنتائج الثانويه والاعداديه. يعني اكيد اكيد هذا الهم الرئيسي انه تعلمي الطالب من صغره كيف يكمش الالم ويكتب، لانه هذا بياثر عليه بعدين بالمستقبل بالمرحله الاعداديه والثانويه بانه عم تروح عليه علامات كثيره بسبب انه خطه السيء، لانه عم يجي الاستاذ او الدكتور او مين ما كان عم بيصلح الورقه عم يشوف طلاسم، فلما عم بيشوف الطلاسم بيشطب عليها وبيحط صفر بينتقل للورقه اللي بعدها. صحيح. وبيجي الطالب بيقول انا كاتب منيح بس مع مع ذلك بتطلع هي بيقول انا كاتب منيح، بيشتكي بيرفع شو اسمه اعتراض على العلامه، بالاخير بيطلع انه خطه سيء. صح. فلذلك نحن لازم ننتبه، والام والاهل بالتعاون مع اداره المدرسه ينتبهوا على كيفيه مسك الطالب الالم والكتابه. حضرتك بتشجع من خلال الدورات اللي عم بتقوم فيها التدريب على الخط مو بس للأعمار الكبيرة، من أعمار صغيرة كمان لازم يتدربوا على الخط، وأيضا مو بس الخط يمكن بالنسبة للمراحل الدراسية كمان أهميته بتعزيز الهوية الثقافية. أكيد، لأنه هو الخط العربي جزء من اللغة العربية، بنفس الوقت هو جزء من الحضارة العربية، فنحن لازم نحافظ على هذا الفن، لازم نحافظ على هويتنا العربية من خلال تعاطينا مع الفن وفن الخط العربي والفن بشكل عام بشكل صحيح، بالإضافة لأنه يكون في عنا يعني توجيه الجيل الجديد لحب هذا الفن. صحيح، هو كتير ضروري. أكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا، المعلومات اللي قدمتها أكيد بنتمنى التوفيق لكل الطلاب وأكيد بكل المراحل والألق دائما للخط العربي، وأنت بألف خير يا رب. شكرا لك. كل عام وانتم بخير، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ فرج، شكرا، يعطيكم ألف عافية. و يعني 50 سنة من العطاء لسه قادر تعطي ولسه قادر تقدم وتستمر بهذا. لسه في أمل. في امل اكيد طالما عنا مثل انسان مثل حضرتك بيحمل هي الطاقه سلمي والخبره الجميله، فنحن اكيد اليوم على موعد مع غد اجمل. شكرا إن شاء لحضرتك الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم.